السلام عليكم. إذن هي البنية التحتية ديال عين عتيق تعزز من خلال الطرق اللي هي أساسية والطرق اللي هي إقليمية. وزارة الجيزة هي بدأت في بناء الطريق ديال غبولة، الرقم ديالها لا ار بي 4015. طول ديال الطريق يكون على 3 كيلومتر تقريبا، 3 كيلومترات. العرض ديالها يكون على 6 الامتار. إذن هذه تجي في إطار تعزيز البنية التحتية الطرقية على الخصوص بجماعة عين عتيق. من بعد الطريق ديال غبولة اللي هي مرقمة 4015، تجي من بعدها الطريق ديال برحمون، يعني الطريق 4015 على طول تقريبا واحد 2 ديال الكيلومترات. وهذا الشيء تيدخل في إطار استراتيجية ديال تعزيز البنية التحتية ديال جماعة عين عتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كتعزز، لان انتم كتعيشوا معنا دائما في الدورات. كانت هاد كورونا الحمد لله، كنقول لكم وراكم شفتوا هادو من الطرق الاصيله من القديمه، هادي راه من يعني من هذا عمرها ما تصلحات، غادا تصلح ان شاء الله. هادي وحده بما تسمى قبالة بالرحمون، هذيك تاهي من تما بالرحمون، اما ديك ديال الفورات ان شاء الله تاهي راه بروغرامي غادا تعاود، لان عاد كانت دازت وغادا تعاود. وكما تعرفوا الرقم واحد تاهي غادا تدوز، اللي حدا السكه غادا تدوز، اللي ديال الفلاح ان شاء الله غادا تدوز. عندي برنامج ما غادا تبقى ان شاء الله في عين عتيق حتى شي طريق ما كتعبدش، لان كاين تكامل. وكنشكر من هذا المر السيد العام اللي كيتعاون معنا. كاين الحوايج اللي مونين من الجماعه محض، وكاين اللي من وزاره الاشغال العموميه، وكاين اللي غادي تكون من الجهه ومن المجلس الاقليمي. يعني كاين واحد التعاون من جميع النواحي، والحمد لله. كنعطيكم انا برنامج كما قلت لكم، البرنامج الاول اللي كنتو كتعرفوه ديالي، غادي نحقو 100%، ما كتبقى حتى شي حاجه اللي ما تحقش. حنا دابا علاش تنقول لك، هو ما معنى المجالس، ولكن تنشكر حتى المجلس، لانكم كتشوفوا ديك المره كل شيء بالاجماع. لان ملي كتكون كتعطي التفسيرات وملي كتقنع جميع الاعضاء، الكل كيمشي معك. راه ما كنديرش بوحدي، لو كان ما كانش المجلس كيتفاهم وكيشوف هذا الشيء، راه ما نقدرش ندير كل شيء. وانما كنشكر المجلس بجميع الممكنات ديالو، اللي كيقول معارضه ولا ماشي معارضه، انا ليه هو المجلس بانه كيتفاهم وكيدوز. والحمد لله حنا كنديروا غير الواجب ديالنا، راه ما كنديروش شي حاجه الا يعني بالمعرفه واللي عطانا الله والكيفيه اللي غادي الانسان باش يدافع عليها مع السلطات المختصه. وكنجيبوا ان شاء الله لهذه المدينه، بغينا بلادنا كلها باش تقدم. راكم كتشوفوا الرباط، كتشوفوا كل شيء، ان راه كاين واحد الحمله. الله ينصر سيدنا والله يشافيه، بان جميع المدن غادا تقاد. وشكرا.